داكور، هنكمل دلوقتي في البروجرام بتاع سينكين بريمير، وهنتكلم على الاير دان لوزانج ان كرواسون. باردون سوري، هنتكلم على الاير دان كاري الاول. بعتذر عن الرسمه اللي فوق، ده ابني بيرسم رسمه موضحه للكورونا، بما انهم قاعدين في البيت فرسم زومبي تقريبا وكتب عليه الكورونا، ف ربنا يحافظ على كل الولاد. المهم، اير دان كاري، الكاري ده احنا طبعا عارفينه، الكاري كل كوتهاته قد بعض، الكاترو كوتي ايجو، والدياجونال بتوعه كمان ايجو، وسام بيربونديكولير. دي ابسط المعلومات عن الكاري، وهقوله بالتفاصيل في فيديو في الانسيان لوا، هجيب بالكل فيجير جيومتريك وصفهم بالقوانين بتاعته. طيب عشان افتكر الاير دان كاري، خدناه زمان قوي من دوزيام بريمير تقريبا، انه الاير دو كاري بيساوي كوتي فوا كوتي. كمان لازم اكون عارفه البريمتر بتاع الكاري، كوتي فوا كاتر، كوتي فوا كاتر. احتياطي ساعات بيجي في قلب بروبلم يجيب الكاري البريمتر مثلا، وانا اجيب منه الاير، فلازم اجيب الكوتي وبعدين ارجع اجيب الاير. طيب الاير دو كاري الجديد بقى السنه دي، دمي فوا دياجونال فوا دياجونال، دياجونال 1 ودياجونال 2. وانا عارفه ان دياجونال 1 ودياجونال 2 قد بعض، لسه قايله، فما دام الدو دياجونال قد بعض يبقى دمي فوا دياجونال عليها 2 بويسانس 2 دي، او اوكاري معناها انه دياجونال فوا نفسه، بس مش هنستعملها كتير لان احنا لسه ما خدناش البويسانس. طيب امتى استعمل ده وامتى استعمل ده؟ على حسب اللي هو مديهوني، يعني لو مديني الكوتيه هستعمل ده، لو مديني الدياجونال يبقى هستعمل ده. وهنشوف دلوقتي. تروف لير دان كاري دو دياجونال 8 سنتيمتر دو لونجر، عايز الاير بتاع الكاري لو الدياجونال بتاعه 8 سنتيمتر. ايه ده يا مدام، فين الدياجونال التاني؟ ما احنا لسه قايلين انه الاثنين دياجونال سام تيجو. فاحنا دلوقتي اللي هنعمله ان احنا هنقول ان الاير ايجال دومي فوا دياجونال 1 فوا دياجونال 2. ما بقولش 1 و 2 لان الاثنين قد بعض، ففوا دياجونال فوا دياجونال على طول، يبقى دومي فوا 8 فوا 8. ولما هعملها على الكالكاتريس هتطلع 32 سنتيمتر كاري. داكور، يبقى الدياجونال ده بستعمله في ان انا اعمل دياجونال فوا دياجونال، والاثنين زي بعض في الكاري فما بتفرقش معايا. طيب بعد كده بيقول تروف لير دان كاري دون لا ديجونال 16 سنتيمتر دو لونجور، يبقى الدياجونال بتاعي 16، يبقى انا هقول الاير ايجال دومي فوا ديجونال فوا ديجونال. داكور، طيب يبقى دومي فوا 16 فوا 16. اوكي، دومي فوا 16 فوا 16 يعني سون 28 سنتيمتر كاري. طبعا احنا هنكتبها على الكالكاتريس، دومي فوا 16 فوا 16، محدش ليه دعوه باللي انا كتبته، انا عشان انجز بس وقت معانا. لو في حاجه محتاجه ان انا اوريها لكم على الكالكاتريس بتتكتب ازاي، بوريها لكم اكيد. طيب بعد كده عندي هنا بيقول كومبليت، لو انا عندي شكل زي ده، ده كاري او شكله لوزانج، بس خلي بالي هو قال انه الدياجونال ان الحته دي ب ام ب 5، وقال لي انه ده كاري، فما دام قال ان ده كاري انا عرفت ان ده كاري. ما دام دي 5 يبقى دي كمان اكيد 5، يبقى الدياجونال كله بديس، يبقى لا لونجور دو لا دياجونال هتبقى كام؟ ديس، لانه احنا من زمان واخدين في بي جي ام والكاري واللوزانج والريكتانجل انه الدياجونال بتوعهم سكوب اون لور ميليو، الحته دي قد دي ودي قد دي. وطبعا في الكاري عشان الاثنين دياجونال قد بعض فيبقوا الاربعه كلهم قد بعض، فهنا تبقى دي مدام دي 5 يبقى دي كلها ديس، يبقى الدياجونال بتاعتي ديس. لير دو كاري ا بي سي دي، الار دو كاري بيساوي ايه؟ لسه قايلين دومي فوا دياجونال فوا دياجونال، يعني دومي فوا 10 فوا 10 يعني ايجال 50 سنتيمتر كاري. داكور، طيب بعد كده هنيجي ناخد الشكل ده، ده شكل ريكتانجل ومرسوم جواه كاري، والدو فلاش اللي انا حطاهم دول عشان تعرفوا بس انه الرسمه دي مش واصله للاخر، يعني دي مش شاكبه في الاخر، وهنعرف ليه دلوقتي بالاثبات. هي في الكتاب مش باينه قوي اذا كانت لازقه ولا مش لازقه، بس بالاثبات هنعرف ليه بقى. حته الدياجونال دي بدو، يبقى اكيد دي بكام؟ بدو، دو دو يبقى 4، لكن هنا دي بيقول 5.2، فعشان كده بقول انها مش لازقه، عشان كده حطيت الدو فلاش دول عشان اعرفكم انهم بعاد عن بعض.
طيب لما يطلب مني air du rectangle لازم نفتكر ال air du rectangle. air du rectangle اللي بيساوي ايه؟ longueur fois largeur. longueur fois largeur. واللونجر هنا 10 واللارجر 5.2. 10 فوا 5.2 تطلع 52 سنتيمتر كاري. طيب عايز مني بعد كده الار دو كاري. احنا اتفقنا الار دو كاري دومي فوا دياغونال فوا دياغونال، يعني دومي فوا الدياغونال بكام؟ بكتر. دومي فوا كتر فوا كتر تطلع ايجال 8 سنتيمتر كاري. دكوه؟ عايز لير دو لا ريجيون كولوري او هاشوري، لان هي في اكزامان بتبقى معموله كده طبعا بالاسود، فبيتقال عليها هاشوري مش كولوري لان ده مش لون. فسواء المتلونه المتظلله مش هتفرق. عشان اجيب الاير بتاعها، اير بتاع اي جزء هاشوري متلون هو عباره عن اير الشكل الكبير مو الشكل الصغير اللي جواه. والشكل الكبير هنا هو الريكتانجل والشكل الصغير هو الكاري. فانا هعمل الار بتاع اللي بره اللي هو 52 موان ال 8 واشوف هتطلع كام. هتطلع 52 موان 8 هتبقى 46 سنتيمتر كاري. داكار؟ يبقى دي هتبقى ايجال 46 سنتيمتر كاري. في اكزرسيس على لسون ده في باج 54 عشان الناس اللي كانت بتسال على كتاب المدرسه. كتاب المدرسه في كل السنين انا بحله في خلال الفيديو، والباقي اللي انا ما حلتوش بقول عليه ديفوار وبحط اجاباته في الكومنتات. وبعتذر لو انا متاخره شويه في الاجابات، بس معلش بسبب الظروف اللي كانت حاصله. لكن خلاص ان شاء الله هنستقر وهنرتب حالنا. ان فوي دو بابيي ا بور اير 312.5 سنتيمتر كاري، يعني انا عندي ورقه الاير بتاعها 312.5. الا اتي ديكوبي اون 7 كاري، قطعت لسبع كاريهات، سبع مربعات، يعني كاريه وكاريه وكاريه وهكذا. شاكان دو 9 سنتيمتر دو لونجور دو دياغونال، كل واحد فيه الدياغونال بتاعه 9. كالي لير دو لا بارتي ريستونت دو بابي، عايز الاير بتاع الجزء اللي فضل من الورقه. انا اعرف اجيب اير الكاريه ده والكاريه ده والكاريه ده وهكذا السبعه، اعرف اجيب الارات ايه بتاعتهم، صح؟ طيب وبعدين اعملهم بلوس بعد كلهم واعملهم واشيل منهم الورقه الكبيره. طيب يبقى انا هجيب الاير دو كاري عبارة عن دمي فوا دياغونال فوا دياغونال، يعني دمي الدياغونال اتفقنا بنف فوا نف فوا نف، يعني 81 ديفيزي دو تطلع 40.5 سنتيمتر كاري. داكور؟ طيب لو انا عايزة بقى ده الكاري الواحد، طب اير دو ست كاري بتاع سبع كاريهات اعمل ايه؟ اعملهم بلوس بعض سبع مرات؟ لا كده هبقى انا ما خدتش قبل كده لا تاني لا دوزيام ولا تروزيام بريمير. يبقى اقول 40.5 فوا 7 لانهم 7، صح؟ يبقى 40.5 فوا 7 تبقى ايجال 283.5 سنتيمتر كاري. يبقى انا كده جبت الاير بتاع السبع كاريهات. طب عايزه الاير بتاع البابيير ستانت بتاع الورق اللي فضل، الجزء اللي فاضل من الورقة، air du papier restant. ايه اللي هيفضل من الورق؟ انا عندي الورقة كلها كـ 312.5، يبقى هقول 312.5 موان 283.5 واشوف تطلع كام سنتيمتر كاري بالكالكيلاتريس. طبعا عارفة مفيش مشكلة لان احنا بنحل بالكالكيلاتريس. دكار؟ طيب